إنهم لا يعلمون أننا نفوقهم أضعافا. وداعا يا سوريا. الله أكبر. عدا أسدكم خالد بن الوليد على أسدهم. عسكر الجيش الإسلامي في أجنادين وتجمع الجيش الرومي هناك، ولكن الروم لم يختاروا أجنادين للقتال وإنما اختاروها للتجمع، فهي تقع في مفترق طرق، فمنها طريق إلى بيت المقدس وطريق واضح إلى دمشق وطريق إلى البحر الأبيض المتوسط وطريق إلى الرملة وطريق إلى غزة، مما يجعل تجمع الجيوش الرومية عندها ميسورا. فأجنادين كانت بالنسبة للروم مجرد مكان تجمع، لأنه لا يوجد بها أسوار عالية أو حصون منيعة، فلم تكن مهيئة للحرب وإنما للتجمع ثم الانتقال إلى بيت المقدس أو الخليل أو غيرها من المناطق المعدة للقتال. إلا أن جيش خالد بن الوليد بعيونه ومخابراته استطاع أن يفاجئهم في أجنادين، وكذلك بقية الجيوش الإسلامية التي جاءت بسرعة مذهلة إلى حيث أمرهم القائد الأعلى آنذاك. وكان عدد المقاتلين في معركة أجنادين، كان عدد الروم 90,000 بينما عدد المسلمين 32,000. فشكل خالد جيشه ونظمه ميمنة وميسرة وقلبا ومؤخرة، فجعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة سعيد بن عامر، وعلى المشاة في القلب أبي عبيد بن الجراح، وعلى الخيل سعيد بن زيد. وأقبل خالد يمر بين الصفوف لا يستقر في مكان، يحرض الجند على القتال ويحثهم على الصبر والثبات ويشد من أزرهم، حتى إن إشارة البدء للجيش الإسلامي كانت قتال خالد بن الوليد بنفسه، فلم يقاتلوا إلا عندما رأوه يحمل على القوم، فقال للجيش: إذا حملت على القوم فاحملوا. أما الجيش الرومي فقد كان قائده وردان في المؤخرة، كان هذا ديدنهم في كل المعارك مثلما فعل رستم في القادسية أيضا، فهكذا يؤمن نفسه تماما، وجعل قادته في المقدمة ويليهم الخيل، واصطف الجيش في كتائب ومد صفوفهم حتى بلغ كل صف نحو 1,000 مقاتل. فأرسل الروم أحد الجواسيس من العرب الموالين لهم إلى الجيش الإسلامي، وقد أسلم بعد ذلك، فدخل ولم يعرفه أحد، وقد وصاه القائد الرومي أن يأتيه بخبر القوم، فمكث يوما وليلة ثم عاد إليه فقال: والله إني وجدتهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال القائد الرومي: لئن صدقتني فلبطن الأرض خير لي من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم عليهم.